اهلا اهلا، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنىكم تكونوا بخير. اليوم جبت لكم واحد لالتي مولاتي قصه ناريه البنات. والله العظيم اش غادي نقول لكم؟ ما عندنا ما غادي نديرو. هذه الحياه وهذه قناه سمي حكايتي، وهذا هو الاختصاص ديالها. عندها ناس ومعجبين اللي مساكن كيسهروا حتى هما باش يحلوا او باش يعاونوني باش نحلوا المشاكل ديال الغير، وبطبيعه الحال كنستافدوا من المشاكل ديالهم. اليوم معنا واحد الاخ كريم، شحال هذه ما جاتنا شي قصه ديال شي واحد. اليوم معنا واحد الاخ كريم اللي غادي يعاود لنا الحكايه ديالو مع مرات جدو. ايه، مرات جدو اللي غادي يتزوج بها وغادي يوقع له مشاكل كثيره. ما غاديش نحرق لكم التفاصيل والمراحل، فقط بقوا معايا من الاول حتى الاخر. ما تنساونيش من جيم وكومونتير، الله يعطيكم الخير، وبارطاجيو باش توصل القصه لبزاف ديال الناس، والناس يدخلوا معنا اللي يقدروا يحطوا نصائح لهاد السيد هذا ويقدروا يرشدوه ويقدر يلقى الحل بالمساعده ديالهم. غادي نبداو على بركه الله ونبداو القصه ديال اليوم. السلام عليكم، سميتي عيسى وفي العمر ديالي 33 سنه، واليوم جيت نبارطاجي معكم الحكايه ديالي. لعل وعسى نلقى هنايا اللي يفهمني ونلقى هنايا اللي ينصحني. عفاكم بلا ما تنمروا عليا، اللي فيا كافيني. قبل ما تحكموا على القصه ديالي بغيتكم تسمعوها من الاول حتى للاخر. انا واحد الشاب اللي تربيت وتزاديت وسط واحد الاسره محافظه فوق القياس. الاب ديالي رجل دين، الام ديالي كذلك، الوالد والوالده قارين والحمد لله، قراونا وعلمونا. حنا اربعه ديال الذكوره، ما عنديش اختي بنت. المهم عشنا واحد الحياه الحمد لله طيبه وسعيده. الاب ديالي صار علينا باش يقرينا اربعه بينا. انا وخوتي جوج الحمد لله ربي نعم علينا وقرينا وتوظفنا. واحد خويا بغى الخارج، صيفطو الوالد ديالي وصيفطو بكونطراح حتى تما وبقى خدام على راسو. من بعد غادي يطلع وريقاتو وغادي يولي كيدخل المغرب. القصه ديالي ما غادي تبدا حتى طلعت للسانكيا. هنا غتعرف على واحد البنت. هاد البنت كانت ساكنه في واحد الحومه اللي كنا يلاه انتقلنا ليها حنايا جدادين. ملي شفت ديك البنت وانا معجب بها، كانت كتقرا في الثامنه. صراحه واخا كانت باقا صغيره ولكن كانت عاطيه العين، وحتى انا واخا كنت صغير اللي كيشوفني كيعطيني اكثر من العمر ديالي. من نار اخوتي اللي شفتها وانا يا معجب بها، كانت كتعجبني فوق القياس. ما عمرني ظنيت انني غادي نحب ديك الانسانه بديك الدرجه هذيك. كانت عزيزه عليا بزاف واخا كنت كنشوفها غير من البعيد. هي بنت حومتنا فعلا، ولكن الصراحه ما كنتش كنزعم عليها. اول حاجه حنا يلاه جديين جدادين تما. ثاني حاجه الاب ديالي ما عندوش مع داك الدخول والخروج، ولا شافني ولا ساق لي الخبر كنهضر مع شي وحده ولا باغي نهضر مع شي وحده يدور فيا، حيت هادشي مستو فيه مع واحد خويا. واحد خويا كان تصاحب مع واحد البنت وكان الوالد ديالي ما عجبوش الحال، وبسبب ديك البنت هذيك اضطرينا اننا حنا نخويو الحومه كامله. هاد خويا هو اللي خرج للمغرب، خرج من المغرب، وكان الاب ديالي فضل انه يمشي لاوروبا وما يجلسش يضحك على بنت الناس، حيت هاد خويا ما كان عنده لا مستقبل ما قرا ما حتى شي حاجه وكان كيحلم غير بالخارج. جا الوالد قال ليه قبل ما تجيب لينا شي مشكل سير دبر على راسك. بالفعل صيفطو بشي 12 مليون ديك الوقيته هذيك. صافي انا ملي شفت الوالد تعامل مع خويا بديك الطريقه وكنت كنسمعهم كيفاش كيهضروا على ديك البنت وكيفاش كيهضروا على خويا، وكيقولوا بلي ديك العلاقات بحال هادو كيكونوا حرام وما خصش الولد يتصاحب مع شي بنت ويضحك عليها في الاخر. ولكن انا ما عمرني الصراحه كنت كنفكر انني نتصاحب معها. كنت كنقول انا هاني الحمد لله كنقرا وان شاء الله نجتهد ونوصل لشي مرتبه زوينه، ومن بعد ان شاء الله الا كان شي نصيب نتقدم ليها. ولكن هذا الشيء كنت كنحلم به غير راسي. ما عمرني ما مشيت عندها وقلت ليها ودي شنو كاين شنو كاين، نقدروا نقولوا حب من بعيد لبعيد وصافي. حتى لواحد النهار كنت قاري جيت خارج من واحد الساعه ما قريناش فيها. واحد الاستاذه ديالنا ما كانتش جات، كانت ديك الوقيته حامله وكانت ولدات. قالوا لنا غادي تمشيو بحالاتكم حتى نشوفوا اللي غادي يروح بلاصيها. صافي رجعت انا بحالاتي حيت ما عنديش مع الخروج مع الدراري ونمشي مثلا ندوز ديك الساعه ندوز ديك الساعه في شي بلاصه اخرى نهائيا، حيت كيف ما قلت لكم عندي الوالد ديالي يعني نقولوا محافظ بزاف، من المدرسه للدار ومن الدار للمدرسه. الا غيبت ساعه واحده اكيد غادي تحاسب معايا عليها. هو كان عارف بلي داك الاستاذه في اي وقت تقدر يعني تغيب. رجعت في حالاتي كنت راجع واذا بي كندوز من واحد البلاصه اللي كانت خاويه كانت عندنا مور المدرسه. يعني انا هذاك هو هذيك هي الطريق ديالي، كنت كنمشي من ديك الطريق هذيك حيت كانت عندنا طريق مختصره للدار.
عندي بوحدي الصراحه ما معايا حتى شي واحد، واخا الدراري كانوا كيبغيو يتمشاو معايا ولكن كنت كنفضل نمشي غير بوحدي، حيت الوالد كيف ما قلت لكم وغادي تسمعوا هذه الكلمه بزاف متشدد بزاف وكيقول لي حتى الدراري ما تمشيش معاهم، ما كانش عطينا داك المساحه فين نعيشوا حياتنا ونديروا حتى حنا صحابنا ونتونجاجو في المجتمع نهائيا. كان كيخوفنا من كل شيء، وكل شيء كان عنده عيب، وكل شيء حشومه، وكل شيء حرام، ما خصكش دير هذه وما خصكش دير الاخرى. المهم هي هذيك اخوتي، انا غادي واذا بي كنشوف البنت واقفه مطرفه في واحد البلاصه. انا في الاول ما عرفتهاش حيت كنت شفتها غير من الدار، وسبحان الله غير شفتها القلب ديالي بحال بغيت تكلاط تزير عليا قلبي. بقيت غادي وكنشوف مورايا يلاه يلاه، في واحد اللحظه وهي دارت وشفتها اون فاس، يعني عينيا جاو في عينيها، لقيتها مع واحد الولد في واحد الوضعيه مخله بالادب، المهم كيديروا شي حوايج اللي ما مزيانينش، ما بغيتش وما عجبنيش الحال، كرهت راسي والزمان، قلت شوف السيده اللي كنت انا كنحبها غير من بعيد. ديك الوقيته كنت دوزت شي 6 شهور وانا كنحبها، ولكن ما عمرني تجرأت وقلت لها فلانه راكي كتعجبيني ولا كنبغيك، ولكن فاش شفت ديك الوضعيه هذيك كرهت الحياه، كرهت البنات، كرهت كل شيء، قلت اخ بالبنات ديال اليوم. المهم هاد البنت هادي الصراحه رغم انها كيف ما قلت لكم كانت باقا صغيره، الا وان العمر يعني الجسد ديالها كيبان اكثر من العمر ديالها. صافي مشيت وانا ساخط على الوضعيه، ما نكذبش عليكم بقى فيا الحل حيت شفت بنت جيراننا والبنت اللي تمنيتها وحبيتها في حياتي دير داك الخصله بحال هذيك. صافي غير وصلت للدار بقيت شي نص ساعه بحال هكذا جالس كنفكر، قلت شوف كيفاش الانسان داير، والله ما كاينه الثقه. شويه وهي لقاها جات، حيت انا غير وصلت للدار بقيت جالس غير في الدرب تما قدام الدار كنتسنى غير فوقها جدتي ويجي وجهها في وجهها. صافي السيده غير جات دايزه شافت هي بواحد النظره ديال الاحتقار، كانك زعما ها انت شتيني شنو غادي دير. المهم داك الشوفات ديالها قالوا لي بزاف ديال الحوايج، بقينا شي 3 ايام بحال هكذاك. واحد الصباح انا غادي للمدرسه ونلقى السيده مورايا كتعيط عليا فلان فلان، درت لقيتها هي صراحه ما بغيتش نوقف ليها. اول حاجه الوالد خايف منه اللي يشوفني يدير ليا شي فضيحه، حيت كيف ما قلت لكم كلمه ديال الوالد غادي تسمعوها بزاف في هذه القصه ديالي. ثاني حاجه ما بغيتش اصلا نسمع صوتها حيت شفت ديك الوضعيه، بقات كتقول لي وقف مالك مجبد مالك مكبر مالك داير بحال هكذاك. السيده اصرت عليا باش نوقف، صافي خليت تقربت للثانوي وانا نوقف، حيت كانت الثانويه اللي كنقرا فيها والاعداديه اللي كتقرا فيها هي قرابين على بعضياتهم. قلت لها شنو بغيتي شنو كاين، قلت لي بغيت غير نهضر معاك. قلت لها فاش بغيتي تهضري معايا بالسلامه، قلت لي بغيتك داك الشيء اللي شتيه والبارح زعما ما تفهموش غلط. قلت لها شنو شت انا والبارح، قلت لي لا انت اللي كنتي دايز وهذه وهذه. قلت لها اه، قلت لها هو انا راك توقف مع واحد الدري وراك شتيني وجات عيني في عينك. قلت لها لا ما ديتهاش الشيك اصلا ما عرفتكش واش انتي ولا ماشي انتيا. قلت لي دابا واش كتبوهل ولا كتحماق عليا، قلت لها اه كنحماق عليك. قلت لي كيفاش، قلت لها ما شتكش حق راني غير كنضحك معاك، راه ما عرفتكش واش انتيا ولا ماشي انتيا. قلت لها انت راك بصح كتسطى عليا، قلت لها اه كنتسطى عليك وشتك وعرفتك وعرفتك انتيا. قلت لي ودابا شنو، قلت لها اشنو، قلت لك ما تقولهاش لخوتي عندك تمشي تقولها للوالد ولا لواحد من خوتي عندك تمشي تشكم بيا. قلت لها على انا مسطي ولا حمق نمشي نشكم بيك، على انا عاودوا لك عليا برقاق ديال الحومه. قلت لي لا وما تفهمنيش غلط، قلت لها شوفي بنت الناس صافي انا خاب ظني فيك، وما كنتش كنعتبرك انك شي نهار ديري بحال ديك الشيء، وما كنتش كنعتقد انك انتيا يعني ديري شي حوايج مخله بالحياة بديك ديك الطريقه هذيك وفي مكان اللي عام ويقدر اي واحد يدوز ويشوفك. قلت لها نفرض ماشي انا اللي دوزت من تما، داز من تما اخوك، داز من تما باك، داز من تما عمك، شي حد كيعرفك من غيري انا، اشنو غادي يكون رد الفعل ديالك؟ قلت له خلاص انت شحال راك تعقد الامور، انا الحمد لله شحال وانا مع داك السيد ما عمر شي واحد شافني. اه قلت لها هذه شحال وانت مع داك السيد؟ قلت لها شحال في عمرك يعني شحال في عمرك بالضبط، شحال انت في العمر ديالك؟ قلت لها ويلي على شحال في عمري، انا كنقرا في الثامنه. قلت لها اه شحال في العمر ديالك؟ قلت لي 14 عام. قلت لها 14 عام وكديري هاد الخصائص كاملين؟ قالت لي شوف ماشي هضرت معاك جوج هضرات بالاداب ودابا غتقلب عليا وتتحكم فيا، انت ماشي با وماشي خويا وماشي خطيبي. قلت لها عندك الحق، انا ماشي باك وماشي خوك وماشي خطيبك، انا راني ولد جيرانكم، وانا كانت عندي اختي وشتها دارت بحال هادشي اللي درتي انت راه غادي نذبحها
وغادي ناكل من اللحم ديالها ونشرب من الدم ديالها. ولكن عندك الزهر وعندي حتى انا الزهر، حيت انا ربي ما عطانيش خواتاتي، وربما كان عطاني ربي اختي كرة دوزت فيها شي ضربه كنشوفها كدير بحال هادشي. صافي خليتها ومشيت بحالاتي، خليتها جامده في بلاصتها. من تما صافي كرهت البنات وحس البنات والجره ديال البنات، وما بقيتش كنفكر في البنات. ربما غادي تجيكم الشخصيه ديالي ضعيفه، ولكن انا كنت خواف بالفعل، كنت كنخاف من الاب ديالي، حيت الاب ديالي عنده نيشان نيشان، ما يقدرش يشوف عليك شي حاجه هكا غير قد الشعره ويسكت عليها، يبقى يسولك ويبقى يبحث فيك ويبقى يدير لك كلونك، يقدر يضربك ويقدر يعاقبك بطرق شتى. الاب ديالي كيف ما قلت لكم متشدد ومحافظ فوق القياس. صافي هذيك نخلت ديك السيده، وخا داك الاعجاب ديالها من قلبي ما عمره مازال، ولكن كنت كنحاول انني نزولها من بالي ومن تفكيري ومن قلبي، لان شفت عليها شي لقطات اللي ما عجبونيش. ولكن من بعد غادي توقع في اكبر مشكل. السيده واحد النهار نض الحومه تقلبت علينا قليب، جاو البوليس جاو الجدرميه جاو الويل الكحلجل ديك الدريبه، شنو كاين شنو واقع؟ لقاو البنت مضروبه في واحد البلاصه خارجه على المدينه، وكانوا هي شي ناس شافوها وجاو علموا الجندام. صافي الجندام علموا البوليس ديال المدينه ديالهم. السيده تضربت كانت ماتت، بقى لها سنتيم واحد باش يوصل توصل لها الضربه للقلب ديالها. والمشكل فاش داوها للطبيب لقاو السيده حامله، واش السيد اللي دار لي هذاك المشكل هو اللي بغى يتخلص منها بديك الطريقه ولا الله اعلم. المهم الجدرميه البوليس الحريره الروينه نايضه، من بعد عرفنا المشكل اللي عندها. صافي تما خويت راسي كاع داكشي هذاك، كملت الباك ديالي. هي صراحه والديها وقفوا في جنبها واخا دارت داك المعصيه الكبيره، حلوا ليها المشكل. من بعد سيفطوها عند واحد خالتها لواحد المدينه جايه في الصحراء، غير زعما باش ما تبقاش دايره لهم الشوه، حيت كلشي الناس ولاو كيهضروا معها عليها. واخا هكاك خوتها ما داروا حتى شي رد الفعل، ما ضربوها ما داروا لها حتى شي حاجه، وهذا راجع للمخزن اللي كنهددهم. انا هادشي اللي قالت لي امي، قالت لي راه المخزن قالوا لهم لا حديتوها ولا وقعت ليها شي حاجه راك غادي تمشيو فيها طول العرض. داكشي فضلوا انهم يصيفطوها ما تبقاش معاهم وما يديروا لها شي حاجه اللي ترجع عليهم بالندامه. صافي هذيك انا قريت كيف ما قلت لكم الباك ديالي، تما مشيت سجلت في الجامعه. فضلت انني نقرا في الجامعه اللي قرا فيها واحد خويا، حيت داك الجامعه كانت معروفه والسمعه ديالها مزيانه. مشيت سجلت فيها على حسب الشعب اللي داير، قريت الحمد لله دوزت 3 سنين واعره في ديك الجامعه، حيت انا بعدت على الوالد ديالي وما بقيتش مزبوط. هنا تصاحبت مع واحد البنت كانت كتعجبني، ولكن داك الاعجاب غير سطحي، يعني ما كتعجبنيش في الداخل ديالها، كنلقاها انسانه عاديه وصافي، تقدروا تقولوا غير بغيت نجرب وصافي المصاحبه. ولكن في الاخر لقيت راسي غير كندبز، قلت انا ماني على حالي، البنات راهم بحال بحال، وانا النهار اللي قررت نتزوج بشي وحده اللي تكون هكا هما وشان، تكون انسانه اللي تكون زعما بالعقل ديالها، تكون شي وحده برهوشه. صافي في داك الوقت اللي كملت انا الجامعه كانت جدتي مسكينه الله يرحمها ويوسع عليها، جاتها واحد الازمه اللي اش غادي نقول لكم، ازمه مرضيه كبيره، ما كانوا خلاو بها حتى بلاصه، كانت مريضه بزاف، كان جدي بعلق قدامه اللي وراه باش يعالجها، ولكن ربي ما كتبلهاش الحياه وماتت مسكينه. صافي دفناها حضرنا العزو ديالها، كل واحد مشى بحالاته. من موراها جدي ما بقاش حتى 4 شهور ومور المود ديال جداتي ناض قالك حكا ولاد باغي يتزوج. انا هاري ممتي على باغي يتزوج، وماشي غير هكذا، قالك هو سيدي كلشي ولادو كبروا تزوجوا ولدو حفايدهم وحفايدهم تزوجوا داروا ديورهم، هو ما يبقاش هو عايش في العروبيه وعايش في الكرفيس، غادي يبيع رزقو غادي يمشي يعيش به، وغادي يشوف شي بنت الناس اللي غادي يتزوج بها وغادي يجيبها من العروبيه يعني ويهبطها للمدينه. بالفعل ما لقاو ولادو ما يقولوا، قالوا له لا بغيتي تزوج حنا ما عندنا ما نديرو لك اصلا. قال لهم انا ما كنتشاورش معاكم، انا راني باغي نتزوج ونعاود الحياه ديالي، ماشي منكم ماتت ومشات عند الله وانا نبقى انا ميت في الدنيا، خليني نعيش حياتي. قالوا لي يا سيدي ما قلتي عيب، حنا ما غاديش نوقفوا لك في طريقك، بغيتي تزوج الله يسهل عليك. فعلا الوالد ديالي مسكين ما قال والو، قال لي هبا بغيتي تزوج سير حنا ما عندنا ما نقولوا لك. واخا عمامي وعماماتي كان داك الموافقه ديالهم على الزواج ديال جدي غير فوق الخاطر، حيت هو كان مصر على انه يتزوج. صافي ندبر على واحد السيده غير صغيره في العمر، تكون عندها ديك 27 سنه وجابها غير من العروبيه. هاد السيده هادي كانت مزوجه وطلقت، ما بقاتش مع الراجل حتى 6 شهور طلقت منه، وكانت باقا عزبه على ما سمعت كيعاودوا، لان راجلها لقى عنده شي مشكل ما عندوش القدره على انه يدخل بالمراه، بقات مع 6 شهور من بعد طلقها.
وكاع الناس كانوا كيقولوا بلي السيده اللي داها كانت مزوجه ومطلقه ولكن باقا بنت كيف ما ولدتها ما. ايوا جدي تبارك الله عليه تزوج بنت عندها 27 عام وهو كانت عنده كدا 70 عام طلع في الثمانينات، ولكن تبارك الله قد طلقت العرض كان مقدر وما كان فيه لا مرض لا والو. حاجه واحده اللي كان كيعاني منها هما مره كانوا كيوجعوه الكلاوي، ولكن غير كيدير الدواء صافي كيولي مزيان. هي هذيك فاش ناض تزوج كبر دار العرس نطقطق ما يديروش حتى الشاب ديال اللي عنده 25 عام. جا والديا الصراحه وقفوا معاه وقفوا معاه ولادو الاخرين وقفوا كلشي معاه، حتى دار العرس ديالو جاب مرتو للدار. المهم على سنه الله ورسوله بقى مع مراتو تقريبا غير شي 3 شهور في العروبيه، من بعدها بطل المدينه جا عند الوالد ديالي ديريكت حيت الوالد هو الكبير في خوتو. قال ليها ولدي انا باغي نعيش هنا في المدينه دابا خصك تدبر عليا. قال لي الوالد با مرحبا بك شنو غادي نقول لك، بغيتي تعيش في المدينه اجي تعيش في المدينه، ها هو كاين الرهن كاين الكرا كاين الدور. قال له انا علاش غادي نرهن ونكري وانا برزقي، انا باغي نشري الدار. قال له الوالد ايوا مرحبا بغيتي تشري الدار بغيتي تشري البلان وبني. قال له انا ما عنديش صحه لبني باش نبقى واقف مع الخدام، انا غادي نشري الدار والفراش ديالها بكل شيء، وحتى داك الدار اللي كاينه في العروبيه غادي نخليوها باش نبقى مره نمشيو ليها، والرزق الاخر راه شي غادي يتباع شي غادي يبقى. قال لي يا سيدي بسم الله. مشى دبر مع واحد الدويره الصراحه ملك، الدار فيها الفوقي والسفلي، السفلي كان كامل مصلح ولكن الفوقي كان باقي له الزليج وباقي له الاصلاح والصباغه. قال لي ماشي مشكل صافي. خداو ديك الدويره جابوا لها كلشي نقي، جابوا لها كلشي الفراش هو هذاك فرشوها، جابوا ليها مرات جدي اللي دابا حاليا هي الزوجه ديالي. صافي فاش جات سكنت في المدينه الصراحه هي واحد الانسانه بكوشه والله يعمرها سلعه. كانت هي عارفه الصراحه الصوالح ديال المدينه حيت عاشت فيها شي 3 سنين، كانت خدامه في واحد الدار ديال واحد الناس. صافي داك الناس مشاو لاوروبا وخلاوها صافي، قالوا لها سيري بحالك لداركم. من تما ما بقاتش خدمت في المدينه حيت والديها ما خلاوهاش، ونيت كانت تزوجت بداك السيد هذاك وفرضوا عليها انها صافي من طلقت تجلس في الدار. المهم السيده تبارك الله عليها متوله وتقول عمرها ما عاشت في العروبيه. جات لدارها داروا لنا العشاء تعشينا ديك الليله، لغد ليه بداو كيوجدوا لواحد الصدقه، داروا واحد الصدقه كبيره. حنا فرحنا مع جدي بحال ايها الناس، عادي كنتعامل معاهم مزيان، كنتعامل مع مرات جدي مزيان. ديك الوقيته كنت كملت الجامعه ديالي كيف ما قلت لكم فاش توفات جداتي، وما بقيناش بزاف وناض جدي بغى يتزوج. ديك الوقيته كنت باغي ندفع الماستر ولكن عكس، قلت انا ما خصني لا ماستر لا جوج، غادي نشوف الكونكورات اللي غادي يكونوا غادي نبقى ندفع. بقيت كندفع ندفع حتى الحمد لله جاب لي الله التيسير، مشيت درت واحد السطاج لواحد العام من في الخدمه ديالي. من بعد وليت عادي شديت البوست ديالي في الخدمه ديالي عادي جدا. فاش تعينت الحمد لله درت واحد الحفله، مرات جدي ما كانتش كتخرج علينا حيت كانت قريبه علينا بزاف. فهاد الوقيته مرات جدي غادي تحمل وكان جاها الحمل خايب. حنا قلنا كيفاش السيده غادي تحمل من راجل اللي كبير في العمر؟ قال كسيدي هو باقي صحيح وباقي بصحته، باقي ولد واحد وجوج وثلاثه وربعه، ولكن داك الحمل الصراحه ما صدقش ليا. يلا وصلت لست شهور وهو يطيح ليها الحمل بسبب ناض زعما السيده كتحداك، ناض كتخمل الدار وكتجمع وهزت شي حاجه ثقيله. قال كسيدي هي اللي سببت ليها باش طيح ليها داك الجنين. هي هذيك امي اللي كانت مسكينه كتمشي كتعاونها ومره كانت كتجيبها عندها، حنا كنا كنمشيو نتسخروا عليها. المهم عادي قلت لكم انايا تعينت في نفس المدينه اللي كاين فيها، بقيت عايش مع الوالدين ديالي بخير وعلى خير حتى لواحد الوقيته اللي غادي مرض جدي مسكين. جدي ما لقاش اللي يوقف معاه في ديك الوقيته، انا الوحيد في خوتي اللي بقيت مع الوالد، وانا اللي كنت كنضطر انني نمشي معاه ندي الطبيب ونجيبه. كان عندي واحد صاحبي طبيب كنت كنرغبو عليه، كنديه كيبقى يخرج له في الادويه كيقول له راك مزيان ان شاء الله تكون بخير. صافي في الاخر غلبوا عليه الكلاوي ولا كيدير التصفيه. من بعد جدي مسكين ما بقات عنده الصحه وما بقاش كيقدر حتى ينوض. المهم مراته تحملت معاه واحد المعاناه كبيره وبزاف. انا كنت كنضطر انني نمشي عند جدي تقريبا بشكل يومي، الا كنت خدام في الصباح وفي العشيه ضروري في الليل نمشي عنده نتعشى معاه ومعاد نرجع لدارنا. مرات جدي كانت كتصرف عادي معايا، انا كذلك كنتصرف معاها عادي، والله العلي العظيم اخوتي ما عمرني عليت فيها العين. هي واحد الانسانه بعقلها وما شاء الله عليها رزينه وزوينه بزاف. كنت كنقول انا هاد السيده هادي تبارك الله ونعم الزوجه، يا ربي عطاني شي مره غير بحالها. الصراحه كنت طلبت شي طياره في ديك الوقت كون جابها لي الله. هي هذيك بقيت كنمشي عند جدي هاد النهار غدا بعدو حتى لواحد النهار مسكين دخل باش يصفي ما بقاش رجع. قالوا لنا ان لله وانا اليه راجعون، السيد توفى والدم والامانه امانته.
حيث كان مريض ديك الساعة وكانوا غلبوا عليه الكلاوي. علمت الوالدين ديالي، علمت عمامي عماماتي اللي كاع اللي عندي النوامر ديال التليفون ديالهم، قلت لهم اجيو باكم في ذمتي الله. صافي تجمعوا الناس، درنا له الاجراءات القانونيه ديالو، خرجناه من لوبيطال، ديناه درنا له العزو ديالو ودفناه. لكن من بعد مرتو غادي تلقى المشاكل مع عمامي، اللي اول ما دفنوا جدي وصافي دوزوا العزو ديالو تقريبا بسيمانه ناضوا كيطلبوا بالورث وقالوا ليها بغينا حقنا ديال با. قلت لهم انا ما غادي نهرب لكم حتى بشي حاجه، هذا حقكم ديال باكم وانا ما غنقول لكم حتى شي حاجه. باكم ها شنو عنده ها شنو خلى. بالفعل جدي كان عنده فلوس في البنك وكان عنده ديك الدار هذيك، ولكن من بعد غادي نعرفوا بلي جدي الله يرحمه كان كتبها بالسميه ديال مرتو بيع وشرى، واخا في الاول هو فاش شراها شراها بسميته هو، ولكن فاش قرب يموت كان مشى دار ليها الدار بيع وشرى بسميتها. وهذا الشيء هذا هي ما عندهاش عليه الخبر، حيت فاش جاو عمامي ولقاو ان الدار بسميتها هي بقاو كيغوتوا عليها، ما خلاولهاش بالهضره، قالوا ليها كليتي بانا ودرتي له وهادي وهادي وشحال ديال الفلوس خلا وفينا هما الفلوس. المهم داروا ليها القيامه. واحد النهار مشيت انا غير على غفله، حيت الصداع ديالهم كيتسمع حتى لدارنا، حيت كيف ما قلت لكم كانوا قريبين علينا، بيناتنا غير شي ثلاثه ديال الديور. خرجت لبرا، كانت امي بعدا سخرتني للحانوت، قالت لي سير ولدي جيب واحد نسيت روح لي نديروا قهوه والحليب. خرجت للحانوت نسخر وانا كنسمع الصداع، بقيت كنتصنت منين جاي هاد الصداع. هو جا واحد ولد جيراننا غير صغير قال لي عمو فلان، قلت ليه نعم، قال لي راه عندكم صداع في الدار في دار جدك. قلت ليه شنو كاين، قال لي ما نعرف. ايوا مشيت كنجري لقيت واحد عمي شادها بالقشه كيقول ليها فين درتي الفلوس ديال بانا. المهم انا كيما دخلت لقيت داك المنظر هذاك جهلت، قلت لهم حشومه عليكم، واش هاد السيده بقات بلا عائله، علاش كديروا معها هاد المعامله هذه، باكم الا خلا شي حاجه راه غادي تبان. المهم ما خليتلهمش بالهضره، جاو هما داروا فيا قالوا لي ما عندك فاش تدخل، انت سير دخل سوق راسك البرهوش الاخر. داك عمي غوت عليا بهذه الطريقه وعايرني، قلت لي عمي احترم راسك، انا راه ماشي برهوش، انا دابا راه في العمر ديالي تبارك الله 30 سنه اللي كتقول عليا برهوش، قال لي انت برهوش وشنو حساب لك نتايا. المهم هي هذيك ما خليتش انا وياهم، وليت شديت عني داك تاع يلاه ديتها عند امها. امي مسكينه صيفطتني نجيب الحليب، صدقت جايبها مرض جدي وجبتها في واحد الحاله يرتلها، السيده غير كتبكي. امي مسكينه بقات مخلوعه، قالت ليها مالك ياك لاباس، عاودت لها قلت لها امي انا راه شنو هاشنو، لقيت الناس كيضربوا في السيده كيقروا على الفلوس. المهم فاش جا الاب ديالي ولقى ديك الحاله ما عجبوش الحال، واخا الاب ديالي الصراحه صعيب كان حقاني، قال لهم ما عندكمش حق تتعاملوا مع مرت باكم بهذه الطريقه هذه، راه كيف ما كان الحال هي كتبقى مرتو وكيبقى حتى هي عندها الحق في رجلها، وحتى الا ديتو حقكم راه حتى هي خصها تدي حقها. قالوا ليه نوض فيق من القلبه، باك راه كتب الدار بيع وشرى لمرتو. قال لهم الوالد هذاك حقها، كلكم عندكم ديوركم وكلكم برزقكم، علاش تابعين هاد السيده ولا كتب ليها الدار، راه حيت عارفكم نتوما طماعين. المهم الوالد ديالي جا من الجهه ديال مرت جدي، جلست معنا في الدار قال ليها شوفي جلسيها انت في الدار معززه مكرمه، اي حاجه لقاو ليها الحل والقانون راه كاين، انت الدار مادام مكتوبه لك بسميتك ما عندك علاش تمشي تسلمي لهم فيها، حيت هي كانت كتقول لهم انا غادي نسلم لكم في الدار ما بغيت لا دار لا جوج، كانت كتحلف وتعطي القلبه باللي ما عندها حتى شي ريال ديال جدي، فلوسو كاينين في البنكه بالسميه ديالو بكل شيء ديالو. صافي من بعد الوالد ديالي وقف مع مرات جدي قادوا الامور، خلاو لها هي ديك الدار وخداو الولد الاخر حيت لقاو عنده بزاف ديال الفلوس، وكان شاري شي ثلاثه ديال البقع ما كانش قايل لها لولادهم، هي الوحيده اللي كان عندها الخبر، وقال ليها ما تقولي لهم والو مني نموت داك الساعه قولي لهم اللي بغيتي. صافي فرقوا داك الورث، دينا حتى حنا حقنا اللي كتب الله. مرات جدي بغات تمشي بحالها للعربيه، جا الوالد قال ليها ما غاديش تمشي انت جالسه معنا، ومن بعد سيري الله يعرضك السلامه ماشي دابا، بعدا حتى تشوفي شنو غادي ديري. قد معها الوالد الامور، بقى واقف معها الصراحه، وقفنا كاع معها في المسائل القانونيه في كل شيء. جات قالت للوالد انا باغيه نبيع هاد الدار، قال ليها فين باغا تمشي، قالت لي رجع للعربيه، قال لي الناس راه كتزيد لقدام وانت باغا تاخري اللور، صافي عندك الدويره ديالك هنا نوضي تخدمي على راسك، وعندك داك الرزيق اللي جاك في حقك صافي نوضي حتى انت ديري شي حاجه اللي تفيدي بها راسك. فعلا السيده جلست معنا شي شهرين، تما ولا التواصل ما بيني وبينها، صراحه كانت عندي الرقم ديالها كنت كنهضر معها مره كنسول فيها كي دايره لاباس عليك، وكانت فاش كتحتاج شي حاجه قانونيه ولا كتستشر معايا، حيت انا اصلا الخدمه ديالي في ديك المجال القانوني. صافي هي هذيك بقيت
كنتواصل مع مرات جدي هاد النهار غدا حتى لواحد النهار اللي غادي تجيها واحد المرضى زغبيه وما قدرتش تهضر مع والديا. عيطت ليا مع شي جوج الصباح صونات عليا خلعتني انا كنت ناعس صونات عليا كتهضر معايا السيده انا حساب ليا دخل عليها شي شفار ولا ما نعرفت فاش هضرت معايا هضرت معايا وهي صوتها مسدود يلا باش كنسمعها. قلت لها مالك فلانايا كلاباس؟ قلت لي راني مريضه. قلت لها شنو عندك؟ قالت لي ما عرفتش السخانه طالعه عليا وراني غادي نموت. قلت لها دابا واش نعيط على الوالد نوضو؟ قالت لي لا الا قديتي سيري شوف ليا شي فارماسيان بيرمانون جيب ليا عليه شي دواء ديال الحلاق راه فيا الحلاق ومطالعه ليا السخانه. فعلا نوضت ديك الليل كنقلب والله العظيم يا خوتي لا تتت السوايع انا كنقلب في ديك المدينه على البيرمانوس حتى لقيتو. مشيت لها الدواء ديتو لها للدار دقيت عليها بالكشاف باش حلت ليا الباب. غير حلت الباب وهي تسخف وتطيح صافي هزيتها دخلتها بقيت كنفيق فيها درت ليها دوك الفوطات باش كنت كندير لها الكمادات باش زعما تفط ليها الحراره. من بعد شربت لها الدواء السيده الحلقم ديالها مسكينه مجيفينها ما كانتش كتقدر تبلع حاشاكم تلبزق. وقفت معها تقرب يصبح الحال عاد رجعت للدار صافي بقيت كنسول عليها. تما العلاقه ديالي مع مرات جدي بدات زعما كتطور وليت مره مره كنسول عليها فاش كنهضر معاها كنرتاح ليها. حتى لواحد الوقيته اللي قالت لي بغيت نستشر معك في واحد الموضوع. قلت لها شنو هو؟ قلت لي راه واحد السيد باغيني للزواج وانا راني خايفه وحشمانه. صراحة صدمتني قلت لها ولكن واش باغا تعاودي الزواج؟ قلت لها ما عرفتش. هي يلاه داك الوقيته كانت عندها تقريبا شي 31 سنه حيت بقات مع جدي شي 3 سنين وداك العام الرابع كان جدي توفى فيه وكانت هي ساكنه في دارها. قلت لها ولكن قلت لها شنو؟ قلت لها ما عرفتش من حقك تزوج وتبقاي بلا زواج حياتك كامله. قلت لها ولكن راني خافت وحشمت من عمامك وباك. قلت لها علاش تخافي؟ على الزواج فيه الخوف؟ جدي مات الله يرحمه وانت باقا صغيره علاش تبقاي انت حياتك كامله هكا بوحدك؟ قلت لها ما عرفتش ولا خويا ما عرفت. المهم تما فين انايا تقرصت ما عرفتش علاش شنو هو السبب اللي خلاني انه يبقى فيا الحال على مرات جدي حيت باغا تزوج. هضرت مع الوالد ديالي قلت ليه با قال لي نعم. قلت ليه ودي مرات جدي راه تشاورت معايا في واحد الموضوع وبغات تاخذ الراي ديالي فيه. وانا شنو قلت ليها؟ شنو قلت ليها؟ قال لي اين موضوع؟ قلت ليه السيده راه جاوا فيها شي ناس وباغا تزوج. الوالد ديالي قال لي على الزواج فيه العيب تمشي تكمل حياتها. قلت ليه ودي راه شنو قالت ليا؟ شنو قالت ليا؟ قال لي ما عندها لاش تخاف وما عندها لاش تحشم رزقها جابو لها الله تمشي دير حياتها الزواج ماشي عيب وماشي حشومه. صافي هي هذيك قالت لي امي انا غادي نهضر معها انت كون هاني. هضرت مع امي على هذه القضيه وقالت لي راه الولده شنو قالها شنو قال. عيطت عليا قالت لي دغيا زربتي ومشيتي قلتيها ليهم. قلت له انا بغيت نقصر عليك المسافات وصافي الا كنتي بصح باغا تزوجي. قالت لي والله ما نعرفت ما نقدرش انا نتزوج حيت انا صافي ولفت راسي بوحدي وما نقدرش نشوف راسي مع شي راجل اخر. واخا الصراحه جدي كان كبير عليها بزاف مسكينه كانت صابره اصلا حتى من الحقوق ديالها ما كانش كيعطيهم لها حيت في الاخر عاد غادي نعرف بزاف ديال الحوايج. ايوا من تما وهي كتهضر معايا كل مره كتعاود ليا حاجه عليها. عاودت لي على الراجل الاول اللي كانت توجد به وما كانش عنده القدره وعاودت لي حتى على جدي اللي ما كانش كيعطيها حقها الشرعي نهائيا وما كان كيدير معها والو واخا حملت منه. الصراحه كان داكشي اللي كيف ما قالت هي غير فوق الخاطر وبالسيف وصافي. المهم عاودت لي بزاف ديال الحوايج لقيت راسي كل نهار كنزيد نتقرب منها كل نهار كتدخل لخاطري كل نهار كنتوحشها وكنبغي نهضر معها. ما عرفت شنو وقع ليا كنقول ربي سيدي مالي انا. حاولت انني اصلا بدلت النمره والتليفون وكلشي كذبت الله يسمح ليا وقلت ليها التليفون راه طاح ليا وما بقاتش عندي النمره ديالك حيت فاش شافتني غبت واحد السيمانه عليها جات عندنا واحد النهار للدار وسولتني عادي قالت لي فلان شحال هادي شتك ما هضرتيش معايا مالكك لاباس؟ قلت لها ودي غير سمحي لي راه طاح ليا التليفون مشاو لي النوامر كاملين وراه حكا عاد شيت واحد التليفون وراني عاد عوان نسول الوالده على النمره ديالك ولا نطلبها لك. قالت لي ماشي مشكله نعطيك النمره ديالي. صافي عطيتها التليفون قيدت فيه النمره ديالها من ثاني وجديد حيت فعلا بدلت انا التليفون بدلت لاكارت. صيفطت عندها ميساج صافي ما لقيت ما ندير تحطيت في واحد الموقف. قلت لا هاد السيده هادي ربما حتى هي كتحس بنفس هاد الاحاسيس اللي كنحس انا من جهتها. ولينا كنهضروا انا وياها وبشكل متواصل كنا خوتي ملي كنشدوا الهضره في الليل ما كنقطعوا الاتصال بيناتنا حتى كيصبح الحال
وماشي كان بيناتنا شي حاجه اللي فيها قله الحياه ولا قله الادب، كنهضروا على ريوسنا على شي حوايج كنديروا انا وياها تحديات، كنبقاو نعاودوا النكت. المهم انا وياها كنا عايشين الحياه، وكان الوالد الصراحه ما كانش كيبغيني نهضر معاها. واحد النهار لقاني كنهضروا كنضحك، قال لي معاه انت جالس كتهضري بوحدك وكتضحك. قلت لي لا الوالد غير مرض جدي راه عيطت لي. قال لي اش كيفاش؟ قلت له مرض جدي عيطت لي ولا معت. قالت لي شي هضره ضحكاتني. المهم بقيت كندخل ونخرج في الهضره. واحد النهار عطاتني امي شي حوايج وشي خضره وشي لحيمه، قالت لي ياك دي وصل هذه لمرض جدك. ملي سمعها الوالد قال لي شنو كتخرقي شنو كتخرفي؟ قلت لي علاش شنو درت؟ قال لي ها مصيفطه الدري عند مرض جدو وبوحدها، اش هاد قلت الادب واش هاد قلت العفه اللي فيك؟ قالت لي على انا صيفطت ولدي يزني معاها لا قدر الله، راه صيفطت يدي ليها السخره مالك على هاد الهضره؟ قال لي لا لا خلي السيد عليك في التيقر وخلي عليك ولدك في التيقر. ها حنا الله بالشرع، راه الا وقعت شي حاجه من هنا للقدام انت اللي غادي تحملي المسؤوليه ديالها. المهم ضرب على الباب وخرج. بقيت انا كنفكر في الهضره ديال الوالد. قلت دابا انا واخا نزعم ونهضر مع مرات جدي ونبغي منها القرب، واش الوالد غادي يبغي؟ راه مستحيل واش يبغي الوالد انني نرتبط معاها. المهم هي هذيك اخوتي، انا ما كانت كتبان لي داك الوقت حتى شي حاجه، ما كان كيبان لي لا حلال ولا حرام، كانت كتبان لي فقط مرات جدي. صافي هي هذيك، وليت كنهضر انا وياها صافي تفتنا الحدود في الهضره. حتى لواحد النهار قلت لها شوفي انا راه ما غاديش نبقى نتعذب حياتي كامله بهذه الطريقه. قالت لي علاش؟ قلت لها شوفي كنبغيك. قلت لها كيفاش؟ قلت لها كنبغيك كنبغيك وكنحماق عليك. قلت لي واش عارف راسك شنو كتقول؟ قلت لها اه عارف راسي اشنو كنقول، انا كنبغيك وكنحماق عليك. بغيتي بغيتي ما بغيتيش دبر راسك شغلك هذاك. قلت لي ولكن مش عارف راسك شنو كتقول وكتخرجي لها فمك. قلت لها لا لا انا عارف وكنهضر معك بقوايا العقليه السليمه، انا راه كنبغيك وكنعشقك وكنحماق عليك، ويلا بغيتي انا وياك نتزوجوا. بقات كضحك غير بوحديتها. قلت لها لا 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 هذه باينه شي نكته من النكت اللي كتعاود ليا. قلت لها ما كاين حتى شي نكته، وين ما تقتيش بيا انا باغي نجي عندك. قلت لها ويلي علاه تجي عندي دابا؟ كان ديك الوقت شي 3 ديال الصباح كما قلت لكم راه قريبه علينا في نفس الحومه ديالنا. قلت لها اه غادي نجي وغادي نعبر لك على الحب ديالي. الصراحه كنت شاري واحد الخاتم كل مره كنقول نعطيه ليها، لقيتها اوكازيون زيد ديك الخاتم. قلت لها دابا غادي نجي حلي لي الباب. قلت لها واش حماقيتي؟ قلت لها ما كاين لا حماقيت لا والو، يلا حلي لي الباب انا جاي. قطعت عليها الخط وهزيت راسي ومشيت. زيد ديك الخاتم درته جيبي ومشيت. فعلا مشيت الدنيا خاويه حتى واحد ما كاين. شفت موراي شفت قدامي على اليمين على اليسار شفت الفوق لتحت، لقيت الدنيا كتصفر ومع خرج من الدار مسلت. مشيت للدار ديالها لقيت الباب يعني مفلجه، السيده فعلا فتحات لي الباب ودخلتني. قلت لي انا والله العظيم ما حسب لي غادي ديرها ديال بصح، وراه غير قلت ربما راه كيبغي تجربني ولا شي حاجه. قلت ليها شوفي هادشي ما فيهش البساله وما فيهش الضحك، انا راه كنبغيك وكنحماق عليك وكنعشقك، ودابا الا قبلتي بيا انا ناوي نتزوج بيك. قلت لي لا واش حماقيتي؟ هادشي اللي كتقول راه ما خصوش يتكال. قلت لي على مالنا حنا؟ واش ما نستحقوش نعيشو حياتنا؟ واش انتي ما كتحسيش بهذا الاحساس اللي كنحس به انايا؟ قلت لي حاجه وحده، الا كنتي انتي ما كتبغينيش هذه هضره وحده اخرى، اما انا راني كنبغيك وكنحماق عليك. المهم السيده بقات ساكته ساكته، في الاخر بدات كتبكي. شديتها عنكتها بديت كنسكت فيها. قلت لي انا ما يمكنش انني نتزوج بك، مستحيل واخا نكون كنحماق عليك. قلت لي علاش؟ قلت لي زواجنا يمكن باطل وما يقدرش، انا راه كنت مزوجه بجدك ما تنساش، وانت عارف العائله ديالك وعارف با كيفاش داير، هو متجدد وها شنو ها شنو. قلت لها شوفي انا حتى شي واحد ما غادي يوقف قدام حبنا، انا غادي نتزوج بك باي طريقه، اللي بغى بغى واللي كره كره. المهم بقيت انا وياها دوزنا تقريبا شي 3 سوايع وانا كنهضروا انا وياها، لقيت راسنا منسجمين واحد الانسجام خطير. من هذيك الليله بدات غادي يوقع بيني وبينها الحرام. في الاول وقع بيني وبينها الحرام، ولكن داكشي ماشي مباشر، كان بطريقه غير مباشره. صافي في الاخر رفضت. قالت لي لا وهادشي اللي كنديروا فيه ما مزيانش. قلت لها لا لا انا راه غادي نتزوج بكم، مستعد نضحي بالغالي والنفيس والرخيص على قبلك انت غير امري. صافي نط مشيت بحال هادي. قالت لي ياسير راه شي واحد يشوفك هنا وصدقوا في مشاكل كبيره. صافي من هذيك الليله الخوت كل ليله كنمشي عندها، كل ليله كنبات عندها، ولينا انا وياها بحال شي جوج مزوجين ولكن ما عاقدين ما والو، حتى شي واحد ما سيق لينا الخبر وحتى شي واحد ما عاقب بينا. صافي حتى لواحد الوقيته
اللي السيده غادي تبدل عليها الحال وغادي تعيط عليا غادي تقول لي ضروري تجي تديني للطبيب. قلت لها مالكي ياك لاباس واش مريضه؟ كنت كنخاف عليها، كنا كنتسناو الوقت المناسب اللي نصرحوا فيه العائله ديالي ونقول لهم بغي نرجع مرات جدي، ولكن ما كنتش كنلقى الفرصه. كنقول لها غير واخا واخا واخا، اما الوالدين ديالي كل مره كيقولوا لي خصك تزوج خصك تعمر على راسك، حيت خوتي كاملين تقريبا تزوجوا بقيت غير انايا. صافي من بعد السيده قالت لي غادي تلقاني للطبيب وغادي تديني عند الطبيب نشوف شنو عندي. فين تلاقيت انا وياه عند واحد الطبيب اللي كيعرفني، صراحه كيعرفني ماشي معرفه شخصيه، ما كيعرفش العائله ديالي، اللي كيعرفني غير انا ما كيعرفش العائله ديالي. كان واحد الطبيب صاحبي الروح بالروح هو اللي عرفني عليه، وكان عرفني عليه في الوقيته اللي كان جدي مريض. المهم ديت عنده شافها، انا في الاول ما كنتش كنعتقد انها حامله، كنت كنقول غير عندها وقيل المعده ولا شي حاجه، حيت قلت لي قلبي كيتصلى عليا وكنحس بالردان، وحتى هي ما عايقاش براسها بلي حامله، حيت هي كانت كتجيها العاده الشهريه عاديه. صافي فاش شافها هكاك وعطاتو داك الاعراض قال لي غادي نصيفطك عند واحد الطبيب اختصاصي ديال العيانات. صيفطنا عند واحد الطبيب واحد اخر كيعرفو، عاد هضر معاه قدامنا وصاه قال لي شي ناس من العائله غادي يجيو. انا فاش ديت ديك السيده ما قلتليش ان هذه راها مثلا عندي معها علاقه، قلت ليه لا هذه راهي شي وحده من العائله ودايره بحال اختي غادي تشوف معها. صافي فاش صيفطنا عند داك الطبيب الاخر غدوز ليها قال ليها مدام راكي حامله مبروك عليك. ناري يا خوتي انا بغيت نحمق وبغيت نتسطى. قلت ليها ويلي ما يمكنش، بقى داك الطبيب غير كيشوف. قال لي واش المدام؟ قلت ليه لا، ولكن راه غير الظروف حقه ديالها صعيبه وهادي وهادي وهادي. قال لك ما كاين حتى شي ظروف، كلشي كيجيب رزقه. صافي عرفنا السيده بلي حمله، هي بقات غير كتشوف مصدومه ما قالت حتى شي كلمه، الطريق كامل وهي ساكته. قلت لها شنو غادي نديرو فهاد الحريره؟ قلت لي ما نعرف هاد الحريره درناها انا وياك بجوج وخصنا ضروري نفكوها. قلت لها شنو باغا ديري؟ قالت لي انا ما بغيت ندير والو، انا ما كرهتش هادشي اللي فكرشي نخليه، ولكن الا قلتي لي نطيحو نطيحو. قلت لها لا علاش غادي تطيحيه؟ هذا راه الثمره ديال الحب ديالي انا وياك. قلت لي دابا شنو نديرو؟ قلت لها صافي غادي نحطهم في الامر الواقع وغادي نتزوج بك، اللي بغى بغى واللي ما بغاش دبر راسو. بالفعل استعديت جمعت القوه ديالي كامله ومشيت عند والديا. واحد الليله قلت لهم بغي نهضر معاكم، جمعتهم قالوا لي اه مرحبا، تعشينا سالينا جلسنا. قال لي الوالد تفضل شنو هو الموضوع اللي بغيتي تهضر فيه معانا؟ قلت لهم بغي نهضر معاكم في الموضوع ديال زواجي. قالوا لي واخيرا قررتي تتزوجي وعلى سلامتك؟ قلت لهم اه قررت نتزوج. قال لي الوالد السيده اللي غادي تزوج بها واش كتعرفها؟ واش حنا ندبروا لك ولا شنو؟ قلت لي اه الوالد السيده اللي باغي نتزوج بها كنعرفها، وحتى نتوما كتعرفوها حق المعرفه. قال لي ومزيان ما تكون غير شي بنت عمك ولا بنت خالتك. الوالد كان كيحسب له شي وحده من العائله، ولكن في الاخر غادي نصدمهم. قلت لهم لا ماشي من العائله، كتعرفوها ولكن ماشي من العائله. شوقتهم للامر. قال لي وقول دغيا وسربينا اشكون هي سعيدة الحد؟ قلت ليه مرات جدي فلانة. الوالد ديالي ناض وقف قال لي جيتي تعاود ليا شي نكته ولا شنو؟ شنو كتخرف؟ قلت ليه الوالد جلس الله يعطيك السر وتكالم، انا راني باغي نتزوج مرات جدي شنو فيها؟ راه كنبغيها وهي كتبغيني. قال لي اش تقلت الادب الحمار ايرني وما خلاليش بالهضره. قال لي ولكن طلعتي قليل الادب وما كتحشمش. قال لي واش حماق ولا تسطيتي؟ كيفاش تدي مرات جدك؟ واش حماقيتي؟ بقى كيغوت عليا. قلت ليه الوالد انا باغيها وهي باغياني. قال لي هادشي كتباغى. وقال لي نوض نوض وليدي نوض حسن ما تعرف الضربه منين جاتك. قال لي واش حماق ولا تسطيتي؟ هذيك راه كانت عند جدك باغي تاخذها نتايا، واش بغيتي تضحك فينا عباد الله؟ قلت ليه الوالد انا ومرات جدي كنبغوا بعضياتنا وغادي نتزوجوا. بغيت الوالد مرحبا ما بغيتيش الشغل كهذاك، انا راني كبير وبخدمتي الحمد لله وقادر نفتح اسره. وانا الوالد بغيت غير داك. قال لي انا سخط عليك قد ما مشى الكلب بالحفا الا بقيتي تتزوجتي بها. شنو غادي نقول لكم؟ حطني في واحد الموقف محرج. اما امي حيدت الفولار على شعرها وقالت لي يا وليدي قد الزغبه اللي في شعري تسخط عطيتو لك الا تزوجتي بها. واش حماقيت وليدي؟ خليتي بنات العائله، خليتي الموظفات اللي خدامين معاك وجاي عند مرت جدك؟ قالت لي حشومه عليك وليدي دير فينا هاد الشوهه كامله. قلت لهم دابا ما عندي ما ندير، اللي عطى الله عطاه. قال لي الوالد كيفاش اللي عطى الله عطاه؟ اشنو كاين؟ قول. قلت لهم مرت جدي حامله مني. هاري يا خوتي الوالد ديالي سخف وطاح في البلاص، في البلاص الزينه دينا 3 ايام هو في الانعاش.
اما امي كانت كتندب وجهها كامل، كاع الناس ساقوا الخبر وكاع الناس عرفوا شنو كاين، عمامي خوالي خوالتاتي عماماتي كلشي عرفوا بلي مرات جدي حامله مني. نط واحد الفضيحه وواحد الشوه، شنو غادي نقول لكم؟ حلفوا فيها عمامي بغاو يقتلوها. ملي سقط الخبر عيطت عليها قلت لها دابا هزي راسك سورتي الدار، واول كربان قدامك ركبي فيه وزيدي، وهذا الاتصال بيني وبينك، عندك تبعتي ليله وحده، راه لبتي هنايا ليله وحده راه غادي يقتلوك. صافي حلفوا فيها بقاو يقتلوها نيشان. المهم ما عجبهمش الحال، الواليد ما عجبوش الحال، 3 ايام هو في الانعاش، من بعد خرج غير كيبكي ما كيشوفش فيا. شنو غادي نقول لكم؟ ما لقيت ما ندير، ما لقيتش كيفاش نتصرف. السيده حامله مني وداكشي اللي في كرشها ولدي ولا بنتي، وهما كيقولوا لي لا ما ترجعهاش، ولكن من بعد تحديتهم كاملين، خليت الواليد غير تروح شويه ومشيت تبعتها للمدينه اللي كاينه فيها. جمعنا الوريقات ديالنا قدنا على اساس اننا غادي نتزوجوا، ولكن ملي عقدت عليها وانا في المشاكل، عمامي كيعيطوا عليا من جهه وكيسبوني وكيعرقوا ليا، اما عماماتي ما نقولش ليكم، ما خلاو فيا اللي نساو، وكانوا ردوا حتى ديك الكرش اللي طاحت لها بلي الكرش انا اللي درتها ليها ماشي باهم، وقلت حق لك راه حملت وراه كانت حمله منك. ردوني كنت معاها قبل اصلا جدي ما يموت، وقالوا لي باين انتيا كنتي معاها شحال هادي، وانا اقسم بالله العلي العظيم ما عمرش شفت فيها حتى شي شوفه اللي ما هيش. انا ما غادي تدخل لقلبي وما غادي نحبها حتى الموت ديال جدي بشي 6 شهور ولا 7 شهور. انا فاش تزوجت بهاد السيده رجعت عند والديا، كنحط ليهم في العار وكنرغبهم، ولكن حتى شي واحد فيهم ما بغى يسمع ليا. قالوا لي انت مسخوط وديتي السخط على قلبك، سير تبع ديك الكلبه اللي تزوجتي بيها. صافي بقيت انا ومراتي، الصراحه الخدمه ديالي خرجت عليها، حيت في الاول كنت كندير يوميا لنابض، جاتني القضيه صعيبه، جاها الحمل صعيب، كنت كنضل غادي جاي، كنت كنعطل بزاف. صافي تلقيت مشاكل في الخدمه وحبست، والله العظيم غير واحد الناس اللي طلبوا وترجعوا باش رجعوني للخدمه باش عطوني الانتقال. درت تعاطف ودرت بزاف ديال الحوايج، وعطيت دليت باوراق ديال الزوجه ديالي اللي كانت مريضه، حيت سيمانه وهي نعسه كوما في الطبيب، عليها واحد المشكل ما عرفتش واش من ديك المشاكل وديك الفقايس وديك الضغوطات اللي كانت عايشه فيهم، والله ما عرفت، حيت كانوا كيهدوها بشكل يومي وكيقولوا لها نشدوك نقتلوك انت داكشي اللي في كرشك. من بعد مراتي ولدت الحمد لله بخير وعلى خير، من بعد رغبتها قلت لها تمشي معايا نتصالحوا مع والديا، وهادي ما كانش عندها غرام ديال المشكل، كتقول لي انا ما مدازاش معاهم، هما اللي رافضين الوجود ديالي. صافي خوتي من بعد وليت كنرغب والديا، دابا مؤخرا قلت انا غادي نجي عندهم في هذا العيد الكبير ونعيد معاهم، ولكن والله ما زعم، حيت الوالد ما بغيش يشوف فيا حتى الشوفة. وراكم عارفين السيد كبير ومريض، وملي طاح ديك المره ودخل الانعاش هو صحته اللور اللور، ديما خوتي كيعيطوا عليا وكيقولوا لي انت سبب في المرض ديال الوالد، ويلا مات ولا طرطق له شي عرق في راسه انت هو سبابه، انت ديتي السخط وبغيتي تخرج على بانا. المهم لقيت كل شيء انتقدوني، كلشي تنمروا عليا، حتى واحد ما جا مصفي، حتى واحد ما قال لي ماشي مشكل ولا داكشي اللي درتيه مزيان سرتي ديك المراه حيت حملت منك. هاد السيده حاليا كتقول لي غير طلقني ولد الناس وسير عند والديك، كنقول ليها لا مستحيل، حيت والله اخوتي الا كنحبها واحد الانسان الله يعمرها سرعه، ظريفه وحنينه ومربيه وبنت الناس، بيني وبينها واحد العلاقه ديال الحب ما نكذبش عليكم، والله العظيم كنت تزوجت شي وحده عندها 18 سنه والله ما يكون بيني وبينها هذا الحب هذا اللي بيني وبين هاد السيده اللي ما بيناتناش بزاف ديال الفرق في العمر ديالها. انا هي عندها دابا 31 وانا عندي 32، دابا خوتي هاد السيده هادي كتقول لي طلقني، وانا ما قادرش اصلا نطلقها، والله ما قادر نطلقها، كتقول لي لا طلقني وسير عند والديك، والديك اولى مني. قلت لي انا كما كنتيش اصريتي عليا باش ما نطيحش الجنين، وكما كنت خفت من الفضيحه ما نتزوجش بك حيت انا عارفه والديك، وهاد الهضره هادي راني قلتها لك شحال هادي انت اللي ما ديتيش ريي. دابا خوتي ما عرفت شنو غادي ندير، واش نطلق مرتي ورجع عند والديا، واش نشوف شنو غادي ندير حيت والديا ما بغاوش يتصالحوا معايا، دفعت عليهم ناس اللي كبارين في العمر وكيعرفوني معرفه ولكن ما بغاوش. صيفت واحد السيد كبير في العمر، هو كان مسكين امام المسجد سابق، وكان هو اللي كيصلي بالوليد ديالي، الوليد ديالي ملي كان صغير كيعرف ديك السيد وكيحترم، والله الا ناض مسكين على فراش المرض ومشى عنده ولكن والو. ودابا هذه هي قصتي وحكايتي، من بعد ما سمعت حكايات اللي كيشبهوا لحكايتي بغيت انا نشوف اللي غادي ينصحني، شنو نقدر ندير اخوتي غير باش يتصالحوا معايا والديا قبل ما يمشيو من هاد الدنيا، خايف يبقى داك السخط كيخدم عليا حياتي كامله. انا دابا ما عايش مرتاح نهائيا، ونتمنى ان شاء الله تنصحوني، وبسلام عليكم. وكيف ما سمعنا كاملين عصام يا عصام،
عصام حكى لينا المشكل ديالو بطبيعة الحال اللي سرته لكم على لساني. مشكلتك مشكلة. أول حاجة بالنسبة الواش حرام ولا حلال ولا الزواج صحيح أو باطل، فهذا لا علم لي إلا ما علمني الله. ما نقدرش نفتيك في هذا الأمر. هذا كاين الناس ديال الفتاوى، كاين الناس كاينين عندنا في القناة تبارك الله عليهم كيبحثوا في هذه الأمور وكيجيو كيحطوا لنا الجواب أو يعني يقنعونا بواحد الحاجة اللي كتكون يعني سبحان الله العظيم من عند الله ومن عند الرسول. حيث الله سبحانه وتعالى كيقول لك أو الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لك إذا تنازعتم في أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول. هذا من جهة. أنا بالنسبة الباطل أو ماشي باطل والله ما عارفة، نخلي الأخوات الكريمات يقولوا لك شنو كاين. ثاني حاجة بالنسبة لكيفاش والديك كيتصالحوا معاك، دابا أنت غادي تشوف داك الزواج بعدا واش باطل ولا ماشي باطل، عاد شوف كيفاش تصالح مع باك. ولكن هذا لا يعني أننا ما غاديش ننصحوك، ما غاديش نقول لك شنو غادي دير. بالنسبة لأنك تطلق إلا كان هذا زواج مثلا صحيح، ما عندك علاش تطلق مراتك وما عندكش علاش تخلى على وليداتك، بقى معاها وخلي الله المستعان. والديك مهما طالت الدنيا اكيد واحد النهار غادي يجيو وغادي يغفروا لك وغادي يسمحوا لك. فمادام باك واخد عليك هاد ردة الفعل او هاد الشيء اللي درتي زعما واخده بهاد الجديه هذه، وانت كيف ما عاودتي في الاول قلتي ان الاب ديالك رجل دين ورجل محافظ او متشدد كيف ما قلتي نتايا، فهذا يعني والله اعلم ان هذاك الزواج غادي يكون باطل. دير محاولات، حاول انك تصلح مع والديك. انا عارفك درتي اكثر من محاوله وصيفطتي ناس اللي زعما يقدر الوالد ديالك يحشم منهم ولكن بدون جدوى. ولكن انا ما غاديش نقول لك شي حاجه حتى تشوف بعدا داك الزواج، حيت الا كان باطل خصك ضروري تمشي تطلقها وتمشي ترجع عند والديك، تحنا اليوم على رجليهم وتسلم عليهم وطلب منهم السماحه. والديك راه ما غاديش يبغيو لك شي حاجه ديال الضروره مادام انهم خداو عليك هذا الموقف كامل، الا وان شي حاجه تما ماشي هي هذيك. فهادشي اللي نقدر نقول لك اخي الكريم عصام، الله يدير لك شي تاويل الخير، الله يفرج عليك، والله يدير لك شي طريق في الدق. نخلي الكلمه للاخوات الكريمات اللي كومونتير، هما اللي غادي يقولوا لك شنو خصك دير، واش الزواج اصلا باطل ولا صحيح. وكنشكرك من هذا المنبر حيت تقتي في قناه سمح حكيتي وجيت عاودتي لينا المشكل ديالك، ونتمنى ان شاء الله تلقى الحل وما تخرج من هذه القناه حتى تخرج بشي حل اللي يرضي الطرفين. والله ينزل واحد المحبه كبيره في القلوب ديال الوالدين ديالك يا سيدي ربي. وهذا ناتج على الحرام اللي كنتي كدير. الانسان اللي كيمشي يدير الحرام راه هذا الشيء ما كي اللي زرع شي حاجه راه كيحصدها، وانت داك الشيء اللي زرعتي راه حصدتيه دابا، جنيتي على راسك بهذا الزواج اللي تزوجتي بمرض جدك. كنشكركم وشكر لكم موصول. كنتمنى ان شاء الله دعمونا في القنوات سمح حكايتي الثانيه اللي كنحط لكم فيها قصص بالجديد ديالهم، دعمونا في قناه سمح حكايتي. الله يعطيكم الخير، ما تبخلوش علينا بالتعليق الجميله ديالكم وبالبارطاج باش تعم الفائده ويلتحقوا بنا ناس زوينين بحالكم. في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.